متى يبدأ صيام شهر المحرم أو صيام عاشورة؟ هل يبدأ في أول المحرم أو في وسطه أو في آخره؟ وكم عدد صيامه؟ لأنني سمعت أن صيام عاشورة يبدأ من واحد محرم إلى عشر محرم، وفقكم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وهو عاشورة، والمعنى أنه يصومه كله من أوله إلى آخره، من أول يوم منه إلى نهايته، هذا معنى الحديث. ولكن يخص منه يوم التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر لمن لم يصومه كله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشورة في الجاهلية، كان تصومه قريش أيضا، فلما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام وجد اليهود يصومونه فسألهم عن ذلك، فقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه شكرا لله، قاله موسى شكرا لله ونحن نصومه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق أولاد موسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فالسنة أن يصام هذا اليوم يوم عاشورة، والسنة يصام قبله يوم أو بعده يوم، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام قال: صوم يوما قبله ويوما بعده، وفي لفظ يوما قبله أو يوما بعده، وفي حديث آخر: لئن عشت إلى قابل لأصوم إلى التاسع، يعني مع العاشر، فهذا هو الأفضل أن يصام العاشر، لأنه يوم عظيم حصل فيه الخير العظيم لموسى والمسلمين، وصامه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فنحن نصوم التاسع بنبينا عليه الصلاة والسلام وعملا بما شرع عليه الصلاة والسلام، ونصوم معه يوما قبله أو يوما بعده مخالفة لليهود. والأفضل التاسع مع العاشر في حديث: لئن عشت إلى قابل أصوم من التاسع، فإن صام العاشر والحادي عشر أو صام الثلاثة فكله حسن، إذا يعني صام التاسع والعاشر والحادي عشر كله طيب، وفيه مخالفة لليهود، فإن صام الشهر كله فهو أفضل وأفضل. نعم.